نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ دكتور ياسر الفتحسون المحترم، السيدة عميدة كلية التمييز الأستاذ دكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة، السادة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميل الترحيب برعاية السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر الفتحسون المحترم، وبإشراف مباشر من قبل السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة. نقيم مرشتنا لهذا اليوم، وكما ذكرنا في ملتقانا العلمي السابق أن مرشتنا هذه والورش التي سبقتها والتي تليها هي تمهيد لمؤتمرنا الذي سيقام من قبل فرع العلوم الأساسية فرعنا في يوم 30 من شهر آذار 2021 تحت عنوان First International Conference on Medical Basic Science Research. ومؤتمرنا يهدف إلى توثيق التعاون العلمي والتقني في مجال العلوم الطبية الأساسية وتبادل الخبرة بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي. ثانياً، إتاحة الفرصة أمام الباحثين لتشكيل فرق بحثية قادرة على مواجهة تحديات واقع البحث العلمي. سيلقي علينا اليوم الورشة الدكتور علي عبد الزهرة من كلية التمييز جامعة الكوفة. عنوان الورشة سيكون Effective Paper Presentation of an Academic Conference، وتكون إدارة الورشة من قبل دكتورة وجدان ضيدان رئيس فرع العلوم الأساسية في كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورة، والمتحدث دكتور علي جبار إدام من كلية التمريض جامعة الكوفة. نرحب فائق الترحيب بالدكتور علي عبد الزهرة في هذا اللقاء العلمي المميز، فأهلا وسهلا به وبجميع الحاضرين. والآن أترك المايك لدكتورة وجدان لتقديم السيرة الذاتية لدكتور علي عبد الزهرة، فلتتفضل مشكورة. دكتور علي عبد الزهرة، أستاذ مساعد في كلية التمريض جامعة الكوفة. طبعاً دكتور علي عبد الزهرة غني عن التعريف، تدريسي متميز في كلية التمريض جامعة الكوفة، لديه بحوث عديدة منشورة في مجلات علمية رصينة، اشترك في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية، لديه محاضرات كثيرة وقيمة تم إلقاؤها في ورش في كليات وجامعات مختلفة عراقية، مثل من هذه المحاضرات مهارات الإلقاء، مهارات إدارة الوقت، ومهارات التقديم للمجلات العالمية مثل فوبس وكلاريفيد. واليوم دكتور علي عبد الزهرة راح يقدم لنا محاضرة عن كيف تقديم ورقة بحثية في مؤتمر علمي كتمهيد لمؤتمرنا الذي سيقام في نهاية آذار 2021. فأهلا وسهلا بكم دكتور علي، ضيف عزيز علينا في هذه الورش المقامة من قبل فرع العلوم الأساسية، وليتفضل مشكورا. دكتور علي تفضل. شكرا، شكرا جزيلا دكتورة وجدان المحترمة. شكرا. صوت واضح دكتور؟ نعم واضح جدا. شكرا جزيلا دكتور علي جبار المحترم، دكتورة وجدان المحترمة على التقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما نحضر الندوات والمؤتمرات حقيقة نفاجأ أن كثيرا من الباحثين من الأساتذة، وهم أساتذة أكفاء في مجال البحث العلمي وأساتذة متخصصون ولديهم نتاجات علمية كثيرة ونتائج بحثية رائعة جدا منشورة في مجلات عالمية، إلا أن عملية إيصال نتاجهم العلمي والبحثي والمعرفي إلى المتلقي يعاني من مشاكل كثيرة. واحدة من أسباب هذه المشاكل هناك ضعف في مهارات الإلقاء، العرض المادة العلمية، إيصال المادة العلمية، إلقاء المادة العلمية. لذلك خصصنا جزءاً من ورش هذا المؤتمر للحديث عن بعض المهارات، وأسمينا هذه الورشة بالـ Effective Paper Presentation at Academic Conferences.
طبعا لا نستطيع في ورشة ربما من ساعة أو أكثر أن نحيط بكل شيء بمهارات الإلقاء، هذا موضوع واسع جدا. أنا عادة أدرس هذا الموضوع في دورات تدريبية لمدة 3 أيام، في كل يوم ندرس تقريبا 2 إلى 3 ساعات، ولكن سأركز في هذا الجانب في ورشة اليوم إن شاء الله على بعض الجوانب الفنية، على بعض الجوانب التقنية، لأن موضوع الإلقاء موضوع واسع جدا، وأحببت أن أختصر على هذا الموضوع لأنه له علاقة أحيانا بالجزء الافتراضي أو الجانب الافتراضي من المؤتمرات اللي عادة نحن في صدد الإعداد له إن شاء الله في العام المقبل. لذلك ستتحدث هذه الورشة عن بعض فوائد حضور المؤتمرات، ما هو البنفيتس أو الأدفانتجز اللي ممكن للريسيرشر أن يحصل عليها من خلال الاتندينج للكورس، ما هو السر الأول في الإلقاء الناجح، سنتحدث عن سر مهم ينبغي لكل متحدث وخطيب وباحث أن يمتلكه حتى يكون مؤثرا وناجحا، ثم نعرج على بعض القواعد في تصميم شرائح العرض السلايد الباوربوينت، مشكلة كبيرة جدا عند كثير من الباحثين في تصميم شرائح العرض ما تكون مؤثرة، بها مشاكل راح نشوف شنو مشاكلها وشلون نعالج هذه المشاكل التي يمكن أن ترافق تصميم الشرائح. بعد ثم نختم إن شاء الله تعالى بملاحظات عامة لتحسين الإلقاء. خلونا لو سمحتم نبدأ بالbenefits of conferences. أنا عندما أحضر مؤتمر سواء كان في داخل بلدي أو في خارج البلد، ما هي الفوائد المتوخاة من حضور هذا المؤتمر؟ واحد من هذه الفوائد هو to get feedback on your work. عندك بحث، ورقة بحثية، من خلال إلقائها في مؤتمر راح تحصل الفيدباك، راح تحصل الكومنتس من خلال الأودينس الحضور، وبالتالي عملية غربلة وعملية الحصول على معلومات حول البحث أو النتائج التي حصلت عليها، متى مدى أهميتها، تأثيرها، هل هي جديدة، هل هناك جدل بشأنها، هل هناك بيبرات مشابهة لها، هل مع تأثير مستقبلي معين، هل ستفتح الآفاق لحلول جديدة، مجموعة الفيدباك التي سنحصل عليها من خلال خلاصة البحث أو الورقة البحثية. أيضا يمكن أن نلتقي بكوليجز من نفس الاختصاص في بلدان متعددة في ثقافات مختلفة، يعني misconceptions، أكو أخطاء، أكو معلومات ربما تحتاج إلى عملية refining، كذلك الاحتكاك بهذه الخبرات يؤدي إلى refining لهذه المعلومات. وأيضا adding your CV، هذا عادة في العراق هناك يعني واحدة من أهم الأهداف أنه يخلي في السيف أنه حضر المؤتمر الفلاني، وهنا عندنا التقييمات السنوية الجودة وغيرها، فيسعى الباحث حقيقة أنه يكون في السيف أو في التقييم السنوي له أنه هناك مؤتمر دولي أو أكثر حتى يصعد السكور في التقييم الإيفاليويشن السنوي بالنسبة له. يمكن أن نختصر أو أن نجمل هذه الفوائد للمؤتمرات بعبارة market yourself، أنت في حضورك للمؤتمر يمكن أن تسوق لنفسك. يعني ما معنى تسوق لنفسك؟ إذا كان عندك بحث تسوق لهذا البحث، إذا كان عندك مشروع عمل تسوق لمشروع العمل، إذا كنت تعمل في مجال الصناعة الدوائية والتجارية وما شاكل ذلك ممكن أن تسوق لمجال الصناعة أو منتجك أو ما شاكل ذلك، إذا كنت صاحب مؤسسة أكاديمية ممكن أن تسوق لمؤسستك الأكاديمية وتسوي collaborations ويا universities أو institutes في جامعات أخرى في بلدان أخرى. مهم جدا أن نستغل المؤتمرات للماركتينج، الماركتينج العلمي، الماركتينج العلمي بالنسبة للشخص، حتى يكون هذا الماركتينج صحيح ومؤثر وفعال نحتاج presentation skills على مستوى عالي حتى أستطيع أن أتواصل وأن أوصل رسالتي إلى المتلقين to the audience. أحتاج إلى presentation skills من خلالها أروح إلى marketing of myself or my research or my business to the audience.
لذلك سنتحدث بشيء من التفصيل عن بعض مهارات العرض التقديمي PowerPoint Presentation اللي من خلالها نستطيع أن نكون مؤثرين في المؤتمرات. نسأل سؤال، ما هو السر الأول في الإلقاء الناجح؟ What is the first secret in successful presentation؟ يقال أن أحد الطلبة ذهب إلى أستاذ له، كان هذا الأستاذ أستاذا ناجحا متمرسا في البرزنتيشن والكوميونيكيشن والبوبليك سبيكينج، فقال يا أستاذ أنا أريد أن تنصحني ثلاث نصائح أساسية حتى أكون مثلك، خطيب ناجح، أستاذ ناجح، محاضر مفوه وناجح، مؤثر في الجمهور، مؤثر في المجتمع. قال له يا ابني أنا أنصحك بثلاث نصائح أساسية. النصيحة الأولى حضر جيدا، preparation. النصيحة الثانية حضر جيدا. النصيحة الثالثة حضر جيدا. فالسر الأول في الإلقاء الناجح هو التحضير، بمقدار ما يكون المحاضر محضرا مستعدا لهذا اليوم، ليوم المؤتمر وللإلقاء، وليوم الإلقاء سيكون مؤثرا في الإلقاء، وبمقدار ما يكون ضعيفا في الإعداد سيكون ضعيفا في الإلقاء. لذلك دائما ننصح طلابنا وزملائنا ونصح أنفسنا قبل كل شيء be prepared، كن مستعدا، كن مستعدا، كن مستعدا. طبعا عملية الاستعداد للإلقاء للبرزنتيشن ليس لا تعني فقط الرجوع للمصادر وأخذ المعلومات وما شاكل ذلك. عملية الاستعداد عملية واسعة جدا، أنا أجملتها في كلمة السيت وأسميتها كرسي الإعداد. سيت، سيت كرسي الإعداد كلمة من أربع حروف، كل حرف يشير إلى مجال من مجالات الإعداد. يعني عندنا الأس تشير إلى سبيكر، إلى أنت المحاضر الخطيب المتكلم الباحث كيف تعد لنفسك. الإي يشير إلى الانفايرنمنت، بيئة الإلقاء، قاعة الإلقاء، هل هي بيئة افتراضية، هل هي بيئة حقيقية وما هي تفاصيلها. الأي تشير إلى الأودينس، الجمهور، أيضا يحتاج إلى إعداد سنتحدث عنه بشيء من التفصيل. والتي تشير إلى التوبك، يعني الرجوع للمصادر وأخذ المعلومات ومقارنة المعلومات إلى آخره. طبعا لا أستطيع في هذه الورشة أن أتحدث بالتفصيل عن كل هذه العناصر، ولكن سنتحدث عن ربما بعض منها. سنتحدث بشيء عن الانفايرمنت ونحكي شوية عن الأودينس. خلونا نحكي شوية عن الأودينس لو سمحتم. طبعا عندما يحضر الإنسان أي مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو دورة تدريبية أو يدعى لمحاضرة، أول سؤال ينبغي أن يسأل للجهة المنظمة من هم الجمهور؟ Who are they؟ من هم؟ هل هم طلبة؟ هل هم أساتذة؟ هل هم باحثون؟ هل هم من عامة الناس؟ هل هم متخصصون؟ ينبغي أن يسأل من هم. ليش يسأل من هم؟ لأنه الرسالة تختلف، والمعلومات ومستوى المعلومات يختلف، وطريقة العرض تختلف، واللغة تختلف. فينبغي أن أصمم البرزنتيشن وفقا للجمهور. ذلك أسأل من هم، أسأل عن العدد، عن الجندر، هل هم أعدادهم، هل هم ذكور فقط، هل هم أناث، هل هم أناث وذكور. أسأل عن الكالتشر والإدوكيشن، المستوى الثقافي، المستوى المعرفي، حتى المعلومات الدينية وغير ذلك. والأهم من هذا كله أن أسأل عن what are their needs، ما هي احتياجاتهم. هذا مهم جدا، لأن الجمهور عندما يستمع إلي عندهم احتياج وعندهم تصور مسبق عن الحاجات، المعلومات أو المهارات التي يريدون اكتسابها من خلال محاضرتي. فعندما أفهم وعندما أعلم احتياجاتهم سأستطيع أن أصمم المادة العلمية وفقا لاحتياجات الجمهور. هذه مسألة جدا مهمة. لذلك رجاء أنصح نفسي وأنصح كل أخواني وأخواتي الأعزاء الكرام والكريمات، إذا دعيتم إلى ندوة أو مؤتمر أو ورشة، أول سؤال تسألونه من هم الجمهور، ما هو عددهم، ما هي شهاداتهم، ما هي تخصصاتهم،
هل هم من أهل الاختصاص؟ طبعاً إذا كانوا من أهل الاختصاص بالموضوع لازم أحضر 10 أضعاف، لأنهم سيترصدون كل كلمة كل معلومة. إذا كانوا من عامة الناس ينبغي أن تكون لغة الخطاب مختلفة، لغة بسيطة مو لغة معقدة، وهكذا أصمموا الموضوع بناء على احتياجات الجمهور. هذه مسألة مهمة جدا. خلونا شوية نحكي عن الانفايرمنت. عادة المحاضر ينبغي حقيقة، وهذه المعلومة ربما قد تكون غريبة، ينبغي للمحاضر أن تكون له معلومات بنوع القاعات وطريقة ترتيبها. سقد واحد يسأل يقول أنا محاضر شو اللي علاقة بالقاعة وترتيبها؟ ما هذه مسؤولية الجهة المنظمة تتولى عملية تنظيم القاعات. لا، ما يخالف، الجهة المنظمة تتولى عملية تنظيم القاعات، ولكن أنت كمحاضر أدرى بمحاضرتك وما هو احتياجات المحاضرة. أحيانا أكو محاضرة تحتاج قاعات مال small groups، وممكن حضرتك إذا حسيت أن محاضرتك بها مثلا بعض التدريبات والأعمال تحتاج small groups، فتطلب من الجهة المنظمة والله حضروا لقاعة بها tables، بها round tables، وأحتاج جروبات وإلى آخره. أحيانا لا، أحيانا تحتاج على شكل U-shaped، ويعني بها بعض الإيجابيات، تحتاج مثلا تتحرك ما بين المتدربين، يكون تواصل، يكون نقاش في الندوات، يحتاج U-shaped أكثر من بقية الأنواع. أحيانا عندي جمهور بعدد كبير فأحتاج theater أو classroom. لاحظوا القاعات تختلف بأهدافها، تختلف بسلبياتها بإيجابياتها. يعني على سبيل المثال لاحظوا بالsmall groups، أنا هذه القاعة مفيدة على مستوى الجروبات إذا كان عندي تدريب، إذا كان عندي بعض الوسائل العملية، بعض التمارين، لكنها لا تستوعب أعدادا كثيرة. إذا كان عندي جمهور كبير ما أقدر أخليه بقاعة small groups. فلكل قاعة من القاعات هناك إيجابيات سلبيات، هناك أهداف. لازم أنا كمحاضر حتى أكون ناجح لازم أروح للقاعة الصح وأطلب من الجهة التنظيمية قدر الإمكان أن يودوني إلى القاعة الصح، طبعا بالإضافة إلى أنه أشوف الإضاءة، يعني بقية الإجراءات اللوجستية تكون صحيحة وسليمة. خلينا نحكي شوية عن بعض القواعد، راح نطول شوية بهذا الموضوع للموضوع مهم. بعض القواعد العامة في تصميم شرائح العرض. حقيقة من خلال حضورنا للمؤتمرات والندوات، كثير من الباحثين وحتى كبار الباحثين وكبار الأساتذة في مؤتمرات دولية أنا حاضرها، هناك مشكلة حقيقة في تصميم شرائح العرض. وهذه المشكلة كما قلت في المقدمة تنعكس انعكاسا سلبيا على المعلومات التي يريد أن يوصلها للمتلقي. هو عنده معلومات، عنده نتائج مهمة، ناشر في مجلات عالمية رصينة وكبيرة، ولكن لا يمتلك القدرة على إخراج وإبراز هذه المعلومات بالشكل الجيد. فخلونا نأخذ بعض القواعد اللي تمكننا من إجراء تصميم فعال ومؤثر لشرائح العرض. أول قاعدة راح نشوف التايم، صفحة العنوان ماذا نضع بها. عادة نخلي التايتل مال الريسيرش أو البيبر، نخلي اللوجو للمؤتمر أو اليونيفرسيتي، وأيضا اسم الباحث أكيد، والأفليشنز وكان العمل مادة. أحيانا نخلي الإيميل أدرس، مثل ما شفت أنا في السلايد الأول خليت الإيميل أدرس. ليش نرجع لأهداف المؤتمر؟ إذا تذكرون market yourself، قدر الإمكان حاول أن تعرف نفسك للجمهور. راح نشوف بعض السلايدات نخلي بيها رقم الهاتف، ونخلي بيها وسائل تواصل، ونخلي بيها إيميل. ليش؟ حتى نفتح مجال الكوميونيكيشن مع الأودينس، مع الجمهور، نفتح المجال العلاقات وتوسعة العلاقات والكولابوريشنز مع الجهات الأخرى. أحيانا يخلون الديت هذا أوبشنال، هذا الإيميل الديت أوبشنال، لكن المهم أن يكون تايتل، يكون نيم، أفليشن ولوجو، وأحيانا في البيكتشر صغيرة معبرة عن الموضوع أو عن الباحث. لما نروح إلى تصميم شرائح العرض بالتفصيل، أول قاعدة راح نشوفها في هذا المجال هي قاعدة 5x5 5x5 5x5. هذه القاعدة تقول لا تضع في الشريحة الواحدة أكثر من 5 أسطر، وفي السطر الواحد أكثر من 5 كلمات، والأفضل من 5x5 3x3. يعني لا تضع
في الشريحة الواحدة أكثر من ثلاثة أسطر، من ثلاثة أسطر، وفي السطر الواحد أكثر من ثلاث كلمات. ليش؟ لأن الجمهور إنما جاء للمؤتمر لكي يستمع لك أنت، لكي يأخذ المعلومة منك أنت. وهاي السلايدات ووسائل العرض بشكل عام هي أدوات مساعدة، نسميها Audio Visual Aids، هي وسائل سمعية مساعدة. فأنت لا تخلي كل المعلومات الموجودة بالشريحة أولا تكون مملة، وثانيا الجمهور ما راح يركز عليك وراح تكون فائدتك معدومة، لأن الجمهور يستطيع أن يقرأ من الشريحة. ولذلك رجاء رجاء في تصميم الشرائح لا تضعوا كلاما كثيرا في الشريحة، وبعد لا تقرأوا من الشريحة. أسوأ طرق الإلقاء أن نضع الكلمات، أن نملأ الشريحة بالكلام ونبدأ بالإلقاء. يمكن لاحظين أنتم بالمؤتمرات بالندوات لما تشوفون باحث تارس الشريحة، يعني مالئ الشريحة بالمعلومات ويبدأ يقرأ من الشريحة، الجمهور يبتعد، ينفصل، يصير disconnection عن الباحث. المحاضرة تكون مملة مزعجة جدا، يتمنى الحضور أن يخرج من المحاضرة وأن يترك محاضر وحيدا في القاعة. ذلك قدر الإمكان نحاول أن لا نضع كلاما كثيرا في وأن نتواصل نحن مع الجمهور، نستعمل هاي الكلمات، نستعمل هذه الكلمات لاستذكار، يعني هاي الكلمات مجرد استذكار ونحن من خلالها نوصل المعلومات للجمهور. فالقاعدة لا تضع في الشريحة الواحد أكثر من ثلاثة أسطر، في السطر الواحد أكثر من ثلاث كلمات. الأفضل إذا كان عندنا بوليتس نقاط إنه نعرض هذه النقاط على شكل أنيميشن متحرك، يعني تلاحظون أنا شلون قاعد أعرض الكلمات، ما أخليها كلها تظهر بشكل واحد، أقرأ يعني تظهر المعلومة الأولى، أشرح المعلومة الأولى وأبين المعلومة الأولى، ثم أظهر المعلومة الثانية وأتكلم عنها، ثم المعلومة الثالثة وأتكلم عنها، وهكذا. هذا أفضل مما السلايد يعرض كل المعلومات في وقت واحد. طبعا راح تكون الجمهور راح ينتهي بعملية القراءة ويترك الاستماع للمحاضر. القاعدة الثانية نحاول قدر الإمكان نستعمل الأنيميشنز حتى لإظهار البولت أو اللاينز بالقراءة. السلايد تايتلز، السلايد تايتلز، شوفوا هاي العبارة لو سمحتم. The title of a slide should state the conclusion you want the audience to reach. عادة العنوان السلايد ينبغي أن يلخص نصف الرسالة، نصف المحتوى تقريبا، خلاصة الرسالة والفحوى الرسالة أو محتوى السلايد ينبغي أن توضع وين؟ توضع بالعنوان، عنوان السلايد أقصد، هذا العنوان الموجود في كل سلايد حتى نقدر نهيئ الأذهان لبقية العروضات اللي تصير بنفس السلايد. فالسلايد يكون ملخصا لفحوى، أو العنوان يكون ملخصا لفحوى السلايد. ضروري جدا استعمال الألوان، الألوان في الشرائح، لا يكون التكست باللون الأسود فقط، إذا كان باللون الأسود راح يصير يعني عملية العرض عملية مملة. القاعدة في الألوان كالآتي: إما نستعمل دارك تكست ويا لايت باك جراوند، أو بالعكس نستعمل لايت تكست ويا دارك باك جراوند. ليش؟ حتى نحقق الكونتراست، حتى نحقق الوضوح. لكن إذا استعملنا دارك ويا دارك أو لايت ويا لايت راح تكون الشريحة غير واضحة ومملة ومزعجة ومتعبة للعين. لا نستعمل أكثر من ثلاثة ألوان نص في الكتابة، ممكن أن نستعمل أكثر من لون، لكن إذا صار أكثر من ثلاثة ألوان صارت distracting، صارت معرقلة. إحنا هدف الألوان أيها الإخوة أيتها الأخوات، هدف الألوان أن تجذب، تسوي attraction لانتباه الجمهور. إذا صارت ألوان متعددة وكثيرة وكل كلمة أنا خالها باللون صارت مشتتة، راح يكون نظر الجمهور لتعدد الألوان وليس للمعلومات التي يلقيها المتحدث.
أيضا من القواعد لحجم الخط، حجم الخط ينبغي أن يكون واضحا بما فيه الكفاية حتى يكون مقروءا. ما نستعمل حجم خط صغير جدا يكون غير مقروء، خصوصا إذا كانت السكرين ليست بالحجم الكبير، إذا كانت القاعة كبيرة جدا ربما المقاعد الخلفية لا يرون هذا الخط. القاعدة العامة تقول أن التايتلز والميجر هيدينجز تكون ما بين 36 إلى 44، أما السب هيدز والتكست عموما ما بين 24 إلى 32. بس لو تلاحظون هذا التايتل أو السب هيدينج، هذا الميجر هيدينج، هذا رقم 36، هذا حجم 36، وهذا الحجم عندي هنا 32، تكون واضحة. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وراح نعرض نماذج سلايدات وراح نطلب من عندكم تقييمها. الفونت المكتوب بالسلايد، الكتابة should be clear and easy to read، يكون سهل واضح، سهل القراءة، ما معقد، ما بي خطوط كثيرة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال هذا النص الموجود أمامكم مكتوب بخط معقد، مكتوب بخط معقد صعب القراءة. أكو أحد يقدر يقرأ هذا النص الموجود؟ الإخوة الأخوات اللي يقدرون يقرؤون النص الموجود خلي يكتبون لي بالتعليقات لو سمحتوا. Avoid using of capital letters, caps. ما نستعمل all caps، يعني الحروف كلها تكون بcapital letters لأنه مزعجة. شوف الفرق ما بين هاي الجملة، هاي عنوان حاضرتنا اليوم effective paper presentation at academic conferences، شوف الفرق بينه وبين هذا اللي هو الكتابة ما تكون all caps، ما تكون كل هذه capital letters. بعد استعملوا خطا واحدا لكل السلايدات، يعني أنا قاعد أستعمل مثلا times new roman، كل سلايدات times new roman، مو أروح بقية السلايدات بقية الفونتات وكل سلايد أسوي بخط شكل، راح تصير العملية يعني مربكة بالنسبة للجمهور، distracting، راح تكون ديستراكتنج للجمهور، كل ساعة سلايد، وراح يصير تركيزهم على نوع الخط وتغيرات الخط أكثر ما يكون تركيزهم على المعلومة. فرجاء نستعمل one font، the same font for all your slides، بكل شرائحكم استعملوا خطا واحدا، نمطا واحدا، طريقة واحدة. بعد من ضمن المعلومات manage space properly، وزع المساحة بشكل جيد. السلايد بمساحة معينة، لا نحشر كل الصور أو التكست في مساحة واحدة ونخلي بقية السلايد فارغ، راح يكون شكله مو حلو. لكن قدر الإمكان نوزع السبيس وندير السبيس بشكل جيد، وراح نعطيكم نماذج من سلايدات وراح نشوف يا هو الأفضل بالنسبة لتوزيع المساحة. قواعد عامة في استعمال الإيميجز الصور. قاعدة الأولى، Use images only at necessary، استعملها فقط عند الضرورة لما نحتاج، أكو هدف من استعمالها. أما نكثر من استعمال الصور في السلايدات غير مرغوب، الإكثار أقول، لكن أصل الاستعمال جيد لإيصال معلومة، لإيضاح معلومة، لزيادة إيضاح للشرح إلى آخره، هذا جيد. لكن إذا نستعملها بشكل غير ضروري ستكون distracting، ستكون معرقلة للمعنى. عادة نستعمل high resolution، ما يكون بيها بيكسل ضعيف راح تسوي مشكلة، تكون واضحة. بعد تكون large and clearly visible، تكون مرئية وأيضا كبيرة بالحجم، ما تكون صغيرة. والgraphs أو charts لازم تكون clear and simple، هاي ملاحظة شوية مهمة جدا أخوان. عادة بعض المحاضرين لما ينطي نتائج وخلاصات بحث وعنده شارت وعنده ملغرافات، فتشوف بالسلايد الواحد يخلي 4-6 ملغرافات أو الشارت، وتكون الكتابة صغيرة والناعمة والخط مواضح والاتجاهات والتأشيرات مواضحة، ما راح تكون ذات فائدة، ما راح تكون مفيدة بالنسبة للجمهور، راح يشوفها عبارة عن مجرد مربعات أو مستطيلات أو دوائر هكذا لا معنى لها. قدر الإمكان إذا أردنا أن نعرض chart أو graph أو histogram أو bar chart أو ما شاكل ذلك، يكون clear، يكون large، يكون simple و easy to be read أو seen.
نحكي شوية عن الوقت. وقت مهم جدا في المؤتمرات، الوقت مهم جدا في المؤتمرات، وعادة ما نعاني حقيقة لما يبدأ الباحث يبدأ بالاستطراد في الكلام والنقاش والمعلومات ويخلص الوقت، والرئيس الجلسة يقول له بعد لك دقيقة أو دقيقتان، يبدأ المحاضر بالإسراع ويقتل الكلمات أو يدمج الكلمات مع بعضها. كقاعدة عامة في تنظيم الوقت أن نضع لكل شريحة دقيقتين. يعني أنا إذا عندي مثلا برزنتيشن من نصف ساعة، من 30 دقيقة، أخلي اعتبار عندي أنه عندي 15 شريحة، 15 إلى 20 شريحة. طبعا ربما بعض الشرائح أقل من دقيقتين، بعض الشرائح أكثر من دقيقتين طول، لكن كأفرج حتى يضبط المحاضر، يضبط الوقت، ولا يكون في وضع محرج أمام المؤتمر ورئاسة الجلسة وما شاكل ذلك. زين، خلوني أسألكم لو سمحتم، وراح نحاول قدر الإمكان وإن كانت البيئة افتراضية لكن نسوي بعض الديسكشن. ماذا أفعل إذا كان الوقت المخصص لحديثي لا يكفي لإكمال الشرائح؟ أنا في مؤتمر في ندوة وعندي فد 40 شريحة، وأجا رئيس الجلسة قل لي يا أستاذ يا دكتور فلان أنت عندك 10 دقائق للإلقاء، إحنا ما وقتنا ما يسمح بأكثر من 10 دقائق. طبعا 10 دقائق لا شك أنها غير كافية لإلقاء أو للحديث عن 40 شريحة، ماذا أفعل في هذا الحال؟ أيضا إذا استطعنا أن نأخذ بعض التعليقات، إذا استطعنا أن نأخذ بعض التعليقات منكم عن جواب هذا السؤال. يعني إذا أنا في مؤتمر في ندوة وكان الوقت المخصص لي وقتا قليلا، نعم دكتورة فوزية تقول أحاول أن أركز على المهمات أو أقلل عدد الشرائح حسب الأهمية ولا أشرحها كلها، ودكتورة زينب تقول فقط المهم أشرحه. جيد، نعم صحيح، نعم. طبعا بعض الزملاء لما يكون في هذا الوضع أنه الوقت غير كافي للإلقاء كل الشرائح، ماذا يفعل؟ يسرع من الإلقاء، وهذا أسوأ الحلول. يسرع كثيرا من الإلقاء ويقرأ بشكل سريع جدا، والكلمات تكون غير واضحة، والجمل مدمجة مع بعضها البعض، وكأنه يقرأ وهو يركض وهو يهرب من شيء. طبعا هذا حل سلبي جدا، هذا حل مو صحيح. الحل الصحيح كما ذكر الأساتذة الأفاضل، كما ذكر الأساتذة الأفاضل، الحل الصحيح في هذا المجال هو أن نذهب إلى الشرائح المهمة. كأنه إذا عندي بحث أروح لخلاصة البحث، أقرأ الأبستراكت وأروح للخلاصة مثلا. إذا عندي مثلا شريحة بها مخطط وهذا المخطط يمكن يشرح التجربة، أروح لهذا الشريحة. أذهب إلى النقاط المهمة ولا أقرأ كل السلايدات، ولا أقرأ بشكل سريع، ولا أدير السلايدات بشكل سريع الواحدة والأخرى بحيث الناس ما تعرف المعلومات. فالأفضل كما ذكر الأساتذة الأفاضل أن نأخذ المهمات من الشرائح. زين، خلونا من ضمن أيضا القواعد أنه نستعمل الجرافس بدلا من التكست أحيانا. شوفوا مثلا هذا شرح مبسط للنيرفس سيستم، مرة أعرضه بهذه الطريقة بهالشكل هذا على شكل تكست وبمعلومات كثيرة جدا، ومرة أعرضه بهالشكل هذا. أكيد راح تقولون أكيد هذا الجراف هو أفضل، أولا صورة، والصورة توصل للدماغ أسرع وأقوى وتنحفظ بالذاكرة أسرع وتبقى بالذاكرة أكثر، وثانيا أكو ألوان، وثالثا المعلومات مرتبة والمعلومات كلها واضحة. بينما إذا أرجع على الشريحة القديمة شوفوا يحتاج أنه أقرأ كلمة كلمة وأربط الكلمات والعبارات يلا أفهم، بينما الآن لا، الصورة واضحة أمامي والعبارة واضحة أمامي. فقدر الإمكان إذا استطعنا أن نستعمل الجرافيكس بدلا من التكست فهو أفضل.
راح أعطيكم نماذج لسلايدات وأريدكم تقولوا لي هاي السلايدات شنو المشاكل الموجودة بها. النموذج الأول، هذا النموذج الأول، ما هي المشاكل؟ نعم، أيضا دكتورة خولة تقول في بالنسبة للسؤال السابق أتحدث بشكل عام ثم أذهب مباشرة إلى نتائج البحث وأركز عليها. أحسنتم دكتورة خولة. أطلب من عندكم لو سمحتم تنطوني المشاكل اللي موجودة بهذا السلايد، هذا نموذج من السلايد، شنو المشاكل الموجودة به؟ شنو المشاكل اللي موجودة بهذا السلايد؟ الكلام كثير. دكتور محمد قاسم سلطان يقول الكلام كثير والخط صغير. دكتورة زينب تقول الخط ضعيف. دكتورة وجدان الخط صغير. دكتور محمد الشيخ يقول كثرة النقاط والكلام. دكتورة بدور تقول حجم الخط صغير. أحسنتم. دكتورة خولة تقول كثرة المعلومات. دكتورة فوزية تقول هذا النص مليء بالمعلومات والكلام كثير. نعم، كل عباراتكم صحيح، كل ما ذكرتموه صحيح. زين، خلوني أراويكم النموذج الثاني لو سمحتم. هذا النموذج شنو مشكلته؟ يبغى مشاكل هذا النموذج. النموذج الثاني شنو مشكلته؟ غير واضح. ليش غير واضح؟ لأنه الباك جراوند غامقة واللون غامق، الألوان غير متناسقة، الألوان غير صحيحة. صحيح ما ذكرتموه صحيح، نو كونتراست، ماكو كونتراست، ماكو وضوح، خلفية غير واضحة. صح، كونها غامقة والخط غامق. صحيح. أحسنت. نروح للنموذج الثالث. هذا النموذج شنو مشكلته؟ آسف، النموذج الثالث. النموذج الثالث نوع الخط. شوف نوع الخط غير مقروء، يعني صعب القراءة. Not clear font. دكتور محمد الشيخ، نوع الخط غير صحيح، غير واضح، غير مفهوم. دكتورة زينب تقول غير مفهوم. أيضا أحد المشاركين يقول خط معقد. صحيح، نوع الخط هو المشكلة الآن في نوع الخط، ينبغي أن نختار نوع خط. حتى الكتابة صغيرة. نوع الخط صعب، ودكتورة خولة تقول نوع الخط صعب القراءة وغير متعارف عليه. الكتابة صغيرة، معلومات كثيرة، ونوع الخط أيضا بمشكلة. زين، هذا النموذج شنو مشكلته؟ بمشكلة واحدة، إذا تقدرون يعني تشوفون مشكلة هذا النموذج الرابع. غير مرتب، يعني غير مرتب. دمج مخطط مع الكلام، نعم ممكن. Combined graphs and text، تنسيق غير موفق. نعم، المخطط لوحده أفضل. عدم تناسق مكان، إدارة المكان غير صحيحة. نعم، عدم أحسن. دكتورة خولة تقول عدم استغلال المساحة كاملة. لاحظوا المخطط والتكست موجود في مساحة، وأكو عندي فراغ موجود بالسلايد، بينما لو أروح على السلايد الآخر شوف ترتب نفس المعلومات بالجدول المحاضرة السابقة، نفس المعلومات لكن ترتبت هسه، صار عندي تكست في مكان، صار عندي جراف في مكان آخر. فنحاول قدر الإمكان أنه أيضا حجم المخطط صغير. دكتورة بدور تقول وغير واضح. صحيح، يعني عدم إدارة المساحة بشكل جيد. نموذج الرابع أو الخامس، هذا النموذج شنو مشكلته؟ هذا النموذج شنو مشكلته؟ النموذج هذا الموجود أمامكم واضح أنه الجرافس، عدد كثير من الجرافات، رسوم كثيرة وغير واضحة. طبعا مع شديد الأسف دكتور علي جبار يقول رسوم كثيرة وغير واضحة. صحيح دكتورة خولة، إدراج عدد كثير مخططات، لون غير مناسب، والحجم كذلك. زين، لاحظوا أنا في حقيقة أحضر مؤتمرات كثيرة، مخططات صغيرة. دكتورة وجدان تقول بدون توضيح. دكتورة خولة، عناوين مخططات غير واضحة. نعم، عندما نحضر مؤتمرات وندوات حقيقة نلاحظ أن كثيرا من الباحثين يعرضون نتائجهم هالشكل، هذا يضع في الشريحة الواحدة 4-6 من المخططات اللي تكون غير واضحة غير معروفة. والحضور يفضل، دكتورة هدى تقول يفضل توزيعها على عدة شرائح، وهو صحيح. يعني راح أعطيكم مثلا، أعطيكم نموذج واحد. لاحظوا شوف الفرق ما بين هذا المخطط وما بين ذني. هذا المخطط واضح،
نعم دكتور نبيل ايضا يقول عدد كبير من المخططات، هذا المخطط واضح نا سايكلز امبليفيكيشنز ار ا فيول، الارقام واضحه المؤشرات واضحه. عندما نعرض المخطط ايضا دكتور محمد الشيخ يقول سيستغرق وقتا طويلا لتفسيره، ايضا صحيح اذا كان عندنا مخطط واضح سيكون افضل. اذا هذه اللون غير واضح ايضا دكتور محمد قاسم. اذا هذه مجموعه من القواعد العامه اخوتي اخواتي في تصميم الشرائح، ينبغي لكل محاضر أن يكون عنده معلومات، يكون عنده مهارات، أن يأخذها بنظر الاعتبار إذا أراد أن يكون موفقاً وناجحاً في الإلقاء. وأي مشكلة من هاي المشاكل راح تأثر على، نرجع لبعض المعلومات اللي قلنا أنها مهمة جداً في عملية الإلقاء. راح نختم أيها الأخوة والأخوات في ملاحظات عامة في تحسين الأداء. الملاحظة الأولى تقول practice. نرجع لنفس النقطة الأولى اللي بدأنا بها الورشة، هو الإعداد والتحضير. لما يكون عندي محاضرة لازم أني أسوي بروفة مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى أن أضبط النص وأضبط المعلومات وطريقة الإلقاء حتى أكون متمكن من الأداء، وإذا ما يعني ما استطعت أن أتدرب لن أكون متمكنا من الأداء. ملاحظات عامة خصوصا في المؤتمرات والندوات اللي تكون بها بعيدة في مكان بعيد وحضوري، عادة هناك عدم توافق في السوفت وير ما بين البرامج، فيكون البرزنتيشن أحيانا ما يشتغل، باوربوينت ما يشتغل، فلازم أحضر ما يسمى بالفيرست ايدز، الوسائل المساعدة، إسعافات أولية، قرص سي دي مثلا، فلاش ميموري، بعض الأوراق اللي كاتب عليها محاضرة، تحسبا لأي طارئ، الكمبيوتر ما يشتغل، مشكله بالسكرين، مشكله بالشاشه، كهرباء احنا بعدنا بالعقد تنطفي، ما ادري مشاكل الانترنت وغيرها، فلازم يكون المحاضر على استعداد حتى لا يكون في موقف محرج، لا يكون في موقف محرج امام المؤتمر. ايضا ضروري to consider the conventions of the conference، لما احضر اي مؤتمر لازم اسال عن ال conventions، عن التعليمات والاعراف الموجوده بالمؤتمر، كم واحد سيلقي، ما هي طريقة الإلقاء، ما هو هل أنا المتحدث الأول أكو متحدثين آخرين، إيش قدر الوقت المتاح لي، الأسئلة تسأل بعد المحاضرة مباشرة أم بعد انتهاء الجلسة، عدد الحضور، نوع القاعة إلى آخره. فينبغي أن يعرف المؤتمر وتعليماته والكونفنشنز الموجودة حتى نكون مستعدين لها، حتى لا نخلي مجال للصدفة والعشوائية تتحكم بأدائنا، نكون مستعدين وكما قلنا في البداية be prepared. قواعد عامة لكيفية استعمال البوينتر، هذا المؤشر. القاعدة الأولى ما نستعمل المؤشر إذا كان our hand is trembling، إذا كان إيده ترتجف راح يبين بشكل واضح، إذا إيده ترتجف راح يبين بشكل واضح، وهذا عادة يكون أوضح إذا ردنا نأشر على كلمة واحدة، يعني كلمة بعينها. ذلك العبارة الثانية تقول pointers are not needed on text، ما نستعملها حتى نأشر على كلمات، شو نسوي؟ نأشر على نقطة كاملة هكذا، النقطة الأولى نأشر عليها، النقطة الثانية كلها نأشر عليها، أو السطر الأول كلها نأشر عليه، ما نروح على كلمة كلمة نأشر، لأن إيدنا راح تبين واضحة وترتجف، وهذا راح يكون موقف محرج أمام الجمهور. ايضا من الملاحظات اذا كانت السكرين على الجهه اليمنى استعمل البوينتر بالجهه اليمنى، واذا كانت السكرين على الجهه اليسرى استعمل البوينتر بالجهه اليسرى. ليش؟ اذا استعملت البوينتر بالجهه المعاكسه راح يكون جسمي ما متوجه باتجاه الجمهور، يعني راح انطي ظهري او جزء من جانب جسمي الى الجمهور، وهذه نيجاتيف بوينت بالنسبه للالقاء. في الإلقاء القاعدة العامة أن نواجه should be oriented toward the audience، اتجاه الجمهور، فأي عملية معرقلة كتابة على صبورة تأشير لازم ما يكون حاجز بيني وبين الجمهور. رمى آخر ملاحظات في هذه الورشة، ماذا نفعل on the day of conference، شو راح نسوي بيوم الإلقاء؟ أول ملاحظة لازم نأخذ قسطا كافية من النوم، ما نسهر، ما نأخذ نوم كافي وقسط كافي من النوم. ليش؟ لأن هذا راح يأثر على أدائنا.
أخذ قسط كافي من النوم، يعني راح يكون نشاطنا وحيويتنا في اليوم يكون جيد. ولاحظة ثانية، don't drink a lot of tea or coffee. بيوم الإلقاء لازم ما نشرب كميات كبيرة من القهوة أو الشاي أو المنبهات اللي بيها كافيين. بس ربما عكس المتعارف عليه، أنه الإنسان إذا كان مثلاً متوتر أو يحتاج إلى تنبيه يستعمل الكوفي أو التي، عكس المتعارف عليه، شرب كميات كبيرة من الشاي والقهوة راح يزيد الكافيين، راح يزيد الاستيميليشن للنيرفوس سيستم، فيزداد القلق والتوتر والارتباك. زين شو نسوي؟ الأفضل ناخذ فيتامين سي، إما على شكل أورنج جوس أو على شكل تابلتس. طبعاً سوينا دراسة في كلية التمريض بجامعة الكوفة، أخذنا بعض الطلبة، طلبة المرحلة الثالثة اللي عندهم برزنتيشن، وقسمناهم مجموعتين. مجموعة أعطيناها فيتامين سي 500 ملغرام يومياً for one week، والمجموعة الثانية ما أعطيناها شيء. وشفنا المجموعة اللي أخذت فيتامين سي 500 ملغرام ليوم واحد لأسبوع، يعني في اليوم الواحد لمدة أسبوع، انخفضت عندها مؤشرات التوتر، قسم التوتر السترس ببعض المؤشرات انخفضت عندهم مؤشرات التوتر، بينما أولئك اللي ما أخذوا فيتامين سي ارتفعت عندهم مؤشرات التوتر. أيضا من ضمن المؤشرات البلاد بريشر والبالس ارتفع عندهم، بينما المجموعة اللي أخذت فيتامين سي البلاد بريشر والبالس انخفض عندهم. هذا يؤشر على أن الفيتامين سي كان ريليف سترس، فهو الأفضل يوم الإلقاء أن نأخذ عصير برتقال أفضل من أن نشرب الشاي أو القهوة. Go early to the conference، مهم جدا أن نروح للمؤتمر والإلقاء بشكل مبكر حتى نجتمع مع الناس، حتى نلتقي، تصير حوارات جانبية، هذا مهم جدا. بعد smile، ابتسم، ابتسامة ستجلب لك الكثير من الثقة والاطمئنان، ستخفف كثيرا من القلق والخوف والارتباك من الإلقاء. وأخير شيء، avoid reviewing group presentation، ما يصير نراجع البرزنتيشن بيوم المؤتمر. احنا محضرين متدربين، مسوين بروفا، مسوين براكتس براكتس براكتس، بعد ماكو داعي انه نعيد عملية الريفيو بيوم المؤتمر، لان هذا الريفيو راح يزيد الارتباك عندنا، راح يزيد وراح يكون عملية الإلقاء عملية بها مشاكل كثيرة. فالتحضير قبل يوم الإلقاء، وفي يوم الإلقاء نذهب مبكرا ونكون اليوم المؤتمر، هذا المؤتمر سيكون بهذه القواعد وغيرها سيكون مؤثرا. طبعا أكو شيء اسمه presentation skills، مهارات الإلقاء اللي هو لغة الجسد والصوت وغيرها، حقيقة ربما في ورشة أخرى، ربما في دورة تدريبية أخرى سنتحدث عنها بالتفصيل، لكن أحببت في هذه الورشة أن أناقش مع حضراتكم بعض الملاحظات التقنية عن بعض أساليب العرض والإيضاح بالنسبة للمؤتمرات. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أنا أشكر لكم شكرا جزيلا استماعكم ومناقشاتكم ومداخلاتكم. أنا محدث دكتور علي عبد الزهر مهدي، وهذا الإيميل ورقم الموبايل للتواصل معي. أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا للأخت الدكتورة وجدان، دكتور علي جبار، وللسيدة عميدة كلية التمريض لرعاية هذه الندوة. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.